السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الموازنة في إخضاع القول له والجد في الإنكار؟ الخضوع بالقول هو تليين الكلام، تليين يعني فيه رقة زائدة، ميوعة، دلع. لا تخضعنا بالقول، تكسر في الكلام، تغنج كله، وهذا لا يجوز، لأن الله قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالخضوع بالقول حرام. طيب، وما هي الجد في الكلام؟ أن تتكلم كلاما جزما، جزلا، فخما، ليس مايعا ولا متكسرا ولا متغنجا، وما في التمطيط وما في الرقة الزائدة والنعومة. كلاما جزلا، فخما، جزما، ما في تمطيط. لا تفعل. على سبيل الأمر والنهي والإلزام، فيه توبيخ، موعظة، غير لما تتكلم كلام فيه رقة وفيه غير. فرق واضح. مماكسة الباعة عند النساء فيها منكرات ومحرمات. الله يخلي يسوي كذا، الله يخلي، وكلا يعني أساليب يعني في غاية، لأن هذا الترجي مع تمطيط الترقيق والتثني والكلام والنعومة إيش يعني؟ إيقاع البائع في الحرام، إيقاعه في الفتنة. ثم إن الحصول على خصومات، أنا أقول هذا يعني يمكن لأول مرة، أن الحصول على خصومات بواسطة الخضوع بالقول هو محرم لا بركة فيه، لأنه استعمال وسيلة محرمة للوصول إلى إبقاء مال. كما أنني أقول إن الخضوع بالقول في سؤال السائلة لإيش؟ للمال، إنه أخذ مال بطريقة محرمة. خضوع المرأة بالقول للحصول على مساعدات مالية هو أخذ مال بطريقة محرمة، وقد تمدحه وقد تستدر عطفه بترقيق الكلام. فبما أن الوسيلة محرمة، فما جاء عن طريقها من المال محرم. هذا ما أراه، والله أعلم.